بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله رب العالمين، مع بعض النهارده بنشرح الجهاز الجديد من كاميرا اي هيلث اللي هي اي هيلث ام 6، وبنقول مع بعض مميزاتها وكيفيه تشغيلها وايه هي فرقها ما بينها وبين جهاز اي هيلث الكاميرا القديمه. معاكم احمد صلاح، وهنبدا دلوقتي مع بعض طريقه التشغيل في اول جزء من الفيديو. اولا هنشوف الكاميرا من الداخل، ايه اللي بيجي مع البوكس بتاعها، بتيجي الكاميرا نفسها والقاعده بتاعتها وسلك الادابتر بتاعها والمانوال بتاع كيفيه التشغيل. تمام. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي هنشغل الكاميرا. هنفهم مع بعض دلوقتي ازاي نعمل سيت اب للجهاز، او ازاي نسطب الجهاز ده ونشغله ويبقى معانا بسيط وسهل. محتاجين الكابل الشحن بتاع التليفون، والتليفون بتاعك بيكون اول مره بيكون الايفون بشكل النت او مصدر للنت. تمام. نزل ابلكيشن اسمه اي بيبي كير. نبدا بعد كده نخش على الابلكيشن وندخل الاكونت بتاعنا، سواء حضرتك عندك اكونت قديم او اكونت جديد. لو اكونت جديد هتخش معاه وتعمل تكتب الاكونت بتاعك او الايميل بتاعك، وبعد كده تحط الباسورد بتاعتك تتاكدها ويفتح معاك الابلكيشن. بعد ما يفتح الابلكيشن بتوصل الدايره كلها التليفون بتاعك على الواي فاي، وبتوصل الكابل بتاعه بتاع التليفون بالكاميرا، وفي خلال 30 ثانية بالظبط، من 30 ل 60 ثانية بتبدأ الكاميرا تتسطب عندك. بعد ما تتسطب الكاميرا عندك بتقدر تتحكم فيها بالشكل اللي هنشوفه ده. تمام. بتحرك الكاميرا بإصبعك يمين أو شمال، بتلف معاك 360 درجة، بتديك صورة اتش دي أعلى جودة ممكنة. الحاجة الثالثة إن الكاميرا بتاعتك بتقدر تتحكم فيها من أي مكان في العالم، سواء عندك مصدر من النت بتاعك في التليفون. تمام. الكاميرا بتاعتك مستحيل حد يخترقها، لان الاكونت بتاعك سري ليك. رقم اثنين، هي عندها حمايه مزدوجه، فمحدش يقدر يخترقها ابدا، لا من الشركه المصنعه ولا من اي هاكرز لا قدر الله. معدل الامان عالي زي ما اتفقنا. الحاجه الرابعه ان انا بشوف الابلكيشن، بقى لما اخش الابلكيشن من الداخل بقدر اتحكم من الصوت من خلال النقطه دي، وبقدر اتحكم ان انا اسمع او اتكلم مع الشخص اللي انا بشوفه او بتابعه او الطفل او طفلي. بقدر اخد سكرين شوت بشوتات معينه او مقاطع معينه من الفيديو من الايقونه الثالثه دي، او باخد صوره معينه، عايز اخد صوره معينه احتفظ بيها للذكريات مع ابني او مع اهل بيتي. اهم ميزه في الجهاز ده انه بيديك القدره على الرؤيه الليليه، يعني بتشوف الصوره بالليل او في الضلمه كانها شفتها بالنهار بالظبط. بقدر من لما بفتح الابلكيشن في الصفحه الجانبيه بتاعته بقدر اعمل اضافه لاي يوزر تاني انا عايز اضيفه، سواء المدام او اخو الولد او الجد او الجده او هوفر، اسماء الناس اللي عايز اضيفها شكلها ازاي، من 4 ل 6 على ما اتذكر. الحاجه الرابعه بقدر اتحكم في صوت الالارم بتاع الجهاز او صوت الجهاز بتاع الجهاز من خلال السكن بتاع الالارم. بقدر اعمل ساين اوت للجهاز واطلع منه خالص لو انا عايز اقفل الجهاز او عايز اقفل الابلكيشن من عندي على الموبايل. طيب، الجهاز بيديك مساحه تخزين على الكلاود. جهاز بسيط جدا وسهل ويسير، وان شاء الله رب العالمين يعجبكم فعلا. الجهاز قيم جدا، ممتاز جدا، بيديك مساحه من الفلكسبيليتي في التعامل معاه عاليه جدا، وبيديك امان في متابعه بيتك، وان شاء الله رب العالمين يعجبكم. كان معكم احمد صلاح، شكرا جزيلا لك. لاخر لحظه اصنع معروفا واغرس فكره.